السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم مرة أخرى. معكم الشيخ الحسين. اليوم إن شاء الله اليوم الأحد، كتعرفوا نهار الأحد راه كتكون الخريجة مع الأسرة والعائلة، طبيعة منتزه ديال نواحي الدار البيضاء بلاصة الفلاحة. وكما كتلاحظوا غادي نوريكم الأجواء إن شاء الله، غتابعوا معايا الفيديو هذا مرحلة مرحلة، وغادي نوريكم الأجواء اللي في الطريق اللي غادي لبن سليمان. اجواء زوينه، كاين الطبيعه، كاين الخضره، كاين واحد السوق هنا كيبيعوا فيه الخضره. الناس اللي في الدار البيضاء النواحي ديال تيتمليل اناسي كلهم كيجيو يتقداو الخضره بالهنا. وكاين واحد القهوه هنا كيصابوا فيها اتاي والشفنج، وكنتمنى ان شاء الله فرجه ممتعه. دابا كنجمع الحطب باش نشعل العافيه ان شاء الله، ياك غادي نبريباري واحد الطنجيه، وغندير واحد الشوايه الكفته باش نطلق بنتي مزيان. هاد الموزه العجيبه كنتمنى ان شاء الله المشاهدين يعجبون الفيديو هذا ويتبعونا ويعيشوا معنا اللحظات جميلة اللي كندوزو في هاد النواحي ديال الدار البيضاء في مخيم سليمان. وكتشوفو هاد المناظر هادو الخلابة، هاد الجبال هادو تبارك الله كيدايرين المنظر. الناس هنا كيجيو يريحو نفسهم مع يوم الحج، كيجيبو وليداتهم كيلعبو، والطبيعة يعني منظر خلاب سبحان الله. أتاي ديال الخلع واعر، نخليه يطلق. نوجد دابا الطنجية ديالي إن شاء الله، لي كنت ديجا بريباري. الجمر ديالي أنا وجدتو، غادي نشوي فيه الكفتة إن شاء الله. غادي الفخر هنا وحطيت الجميرات. بالنسبة للطنجية راه وجدتها في الدار،
يعني راكم عارفين الحجة كيفاش كيوجدوها، فيها اللحم ديال البقري، شوية ديال المسير، ودرت فيها شوية حبيبات ديال الزيتون، وزعفران شعرة، شوية ديال السمن، وواحد نص كاس ديال الزيت البلدية، وسديتها، ودابا راه طيحت الجمار. يا خوتي خواتاتي، أنا راه وجدت الجمر هنا. نصاب الجميرات ديالي كما كتلاحظوا، تبعوا معايا الفيديو راه بحال دايرين نزهه معايا. انا الجميرات هما هادو طاحوا، ونحط الطنجيه ديالي الطيب، ونعطيها للقيد الطيب على خاطره، ندور عليها الجميره في الجناب. دابا نرجع للبريريت ديالي، طالق شوف الكشاكش، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، الكشاكش كي دايره، اللي شربو يموت، اللي ما شربوش يموت. بسم الله خالتي، اللي خد مثلا كتشوي كفته ولا دجاج في الخلا، راه واحد المذاق ما نعاودش لكم، والله العظيم كيجي بنين. شوف خوتي خواتاتي، الروايح بعدا ياك. مرحبا بك اخانتي، مرحبا بك، مازال نديرو شي خرجه انا وياك والعربي ان شاء الله. ان شاء الله مول القناة العربي زاهر غادي يروك شي خرجة بحال هاد الشكل هادي ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله بحول الله يا ربي امين. ايوا جيناش الشوا ما كيبغيش مثلا تشعل العافية وتخليه سميتو في العافية عاد عاوتاني باش يطلع الشوا هو هذا. تحية للخوت والخواتات والأحباء واللي كيشوفنا واللي كيصورك، مرحبا بكم جميعا. وعليكم السلام، ما جبتنيش هانتوما الطاجين ديالنا كيداير بالصحة والراحة.
عندنا دايرين زراعه ديال البسباس، زرع البسباس هنا تبارك الله. هنا الفول الخرشف تبارك الله، الطبيعة هنا زعما القلب كيرتاح ملي كتشوف هادشي. هاد القمة ديال الجبل راه الناس كيطلعو تما دايرين بيكنيك ديالهم. تبارك الله الجبل هذا كلشي كيطلع تما. الله يبارك فيك.